انتوا مش من القدس؟ لا مش منها. احنا بنشتغل تجارة العقارات والأراضي. سماسرة يعني هيك شيء. بس ما يروح ذهنك لبعيد، احنا بالأساس تجار. ايش المطلوب منك؟ عندنا مشروع بقالنا مدة بنشتغل عليه. هدف المشروع بالدرجة الأولى يخدم القدس ويحولها لمدينة عصرية، يعني مكاتب بريد جديدة، شركات نقل، مطاعم، فنادق، نوادي وهيك إشي. ومعملك موقعه ممتاز ومفكرين يكون مقر للشركة. وإحنا بدنا نشتريه وبالسعر اللي بتأمره. المعمل مش للبيع. الحكي أخذ وعطى وما بتكون إلا راضي. قلت لك المعمل مش للبيع. واللي بيعطيك كم بيالي على بياض وانت بتحط السعر اللي بدك اياه. وبعدين يا ابو خيري تأمرني اشي بالمعروف؟ وصل الافنديه لبرا. خير، في اشي ضايقك؟ حول ولا قوه الا بالله، منظرك مش عاجبني. بتضايق لما بشوف سماسرة، الدم بيفور براسي. عندك اولاد؟ هذا اشي ما بيخصك. ابنك خيري مش هيك؟ اوعك تجيب اسم ابني على لسان. الظاهر انتم مش ناويين توصلوها. هيئتك عصبي ودمك براس مخارك. ولا ليش بتزعل عن ابني؟ ليش بتزعل عن ابني؟ فيش داعي للغلط، والمبلغ اللي كنا جاهزين ندفعه بيأمن مستقبل اولادك واولاد اولادك كمان. مستقبل اولادي ما بيخصك، فهمت؟ احنا عرضنا وانت رفضت. اطلع برا، اطلع برا، اطلع ولا ارجعوا لعند اليهودي اللي بعدكم، قولوا له عبد الله ما بيبيع. اذا بتهوصوا بالمعمل مره ثانيه اجركم بكسره. داري كان لازم تعرفي تربيها لهالفاجرة. الله يخليكي، خبيني عندك يومين ثلاثة، إذا مسكوني بيذبحوني. أنت مش مصدقتيني؟ بصراحة لا مش مصدقتك. عشان أنا يهودية. بالضبط، لأنك يهودية. أنا هربانة منهم، بدي أهج برات هالبلاد كلها. إيش اسمك؟ هيلينا. وإنتي سيرين؟ من وين بتعرفي اسمي؟ كنت بسمع يهود بيحكي عنك وعن دارك، بدهم يطفشوكي من دارك، قالوا موقعها ممتاز، بدهم يخلوها مقر إلهم. شوفي يا أنا ما بعرفك ومشاكلك كلها ما بتهمني. إذا أنت جاي لهون لحتى توصلي لي تهديد من أهلك، بتروحي وبتقولي لهم على لساني نار جهنم الحمراء أقرب لهم من داري. قاعدة معيوني إذا كنت بكذب، بإيش بدك أحلف لك؟ برحمة أمواتك بترجاكي. خليني عندك بس لليل، بخرج بالعتمة عشان ما حدا يشوفني. برحمة أمواتك.
اسمعي خلص خليكي هون لليل ما دام تروحي. الحمد لله على السلامة يا أبو رشاد، شغلت لي بالي. الله يسلمك. الدوريات والحواجز أخرتني. شو الحال؟ أبوه الشهيد توفى من سنة، دلوني على بيت مرته، رحت لها إجيت لأعطيها الأمانة ما رضيت. ما رضيت؟ قالت الله كافيهم، وهي بتاخدش صدق من حدا، بنت قوية ونفسها عفيفة. كان لازم تترك لهم الفلوس يا أبو رشاد. حاولت بس هي ما رضيت. روح انت على داركم، بكره الصبح بنفتي. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشهيد كان اسمه يحيى، يحيى الزيدان. هيك بدنا نبقى قاعدين متكتفين؟ غسان اندبح وروحي انشقت الارض وبلعته. اليوم راجعت مخفر البوليس والضابط الانجليزي اكد لي انه عمالهم يحققوا بجريمه القتل، وقال لي انه غسان كان له علاقه بجمعيه الفدائيه وانها جمعيه محظوره. بدهم يلبسوا التهمه وهو ميت عشان يصرفوا النظر عن جريمه قتله. ولما سالته عن روحي انكر تماما انه عندهم معتقل بهالاسم. بيكذبوا عشان ما يوتروا الاجواء اكثر ما هي متوتره. مسجون ملاني معتقلين، مش بس بالقدس، بيافا، حيفا، والخليل، بفلسطين كلها. Roy! 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 Roy!